أهلا بك. أولا حق لكم وواجب علينا أننا رأينا رؤيا العين مجهود شاق جدا وعدد ساعات عمل طويلة جدا واجتماعات مرهقة جدا على مدار أيام، كنا جميعا نشرف بهذا المشهد التاريخي اللي شفنا فيه سيادة الرئيس يعتلي المنصة لرئاسة الاتحاد الإفريقي للمرة الأولى، فماذا تقول؟ يعني الله يبارك في حضرتك، والحقيقة ده نتاج عمل كبير ومجهود عظيم. طبعا هي المرة الأولى طبعا اللي مصر بترأس فيها الاتحاد الأفريقي منذ تأسيسه في 2002، ولكن كان في قبليه منظمة الوحدة الأفريقية. مصر شاركت في تأسيسها سنة 63 ورأستها 3 مرات، 64 و87 و93.